داخلك ده انتظرك انا حبيبي. استاذ نوري اني اقدر اطلع برا انتظر بعدين راح اجي. لا 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 اقعدي ست نجاة. تعرفين هسه شو تذكر ست نجاة؟ شنو؟ قبل سنوات احمد من كان صغير كنا طالعين سفرة ما اعرف ايش قد كان عمره بالضبط تقريبا ما اذكر 4 5 كان كان وكح ومشاكس ويلعب ويا جهال المنطقة وفجأة ضاع وما دلينا وين ظلينا ندور عليه ساعات طويلة وما لقيناه. يا خطية زين ايش صار بعدين؟ تلبكت ما عرفت شو اسوي تخبلت تعرفين ما عنده ام فجني تموت عليه خوف واهل المنطقة ما يعرفون يواسوني لو يدورون على احمد. حبيبي ورا نص ساعة لقوه نايم جوا شجرة اثاري من اللعب تعب ونام جواها شقد وكيح على وقت رجع ذيك الايام ويرجع ابني لح يرجع مو؟ رح يرجع استاذ نوري ذيك المرة رجع واليوم هم رح يرجع وهم رح تتذكر هالحكي بعد سنوات وتضحك ان شاء الله ست نجاة. فنجوسيه خلي نشوف اخوي حميد. عمي يا خمسة يا ثلاثة طلع ثلاثة واثنين. لا تحكي هواي العب 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 لا تضل تلطم. الله يساعدكم شكو ماكو. تسلم استاد انتظر دورك راح اغسل حميد وارجع اغسلك. لا لا انا اغلس احسن. استاذ محمد شوف اخوي احلف لك حج نعمان طلع عنده حق شوف يزاقل يزاقل شنو هاي. شو تسوي الشرطة هنا؟ خير سيادة الضابط. يا شباب اليوم احد منكم شايل طفل ورجال من قدام الحديقة؟ لا. شايفين تاكسي طلع من مكتبكم. انا اخذت سيادة الضابط. الاستاذ ماخذه سيدي. اختي شوفي صورة ابنك. اخويا هو هذا الولد كان صاعد وياك؟ اي هذا هو. شبيه الولد؟ خطية خاطفين ابن هاي المرة. ويلي اخاف متوهمين عزيزتي ما كان يخطف ابنك هذا عمه كان ياخذه لابو. لا عاد يمكن اكو سوء تفاهم. يا عم تقصد ابني ما عنده عم. بس قال اني عمه وانتي على اساس منفصله عن زوجك والولد يريد يشوف ابوه. ماكو هيك يا اخوي هذا الحكي مو صحيح. والله استاذ طلع المي ماشي من جوا رجليه. زين استاذ انت تتذكر العنوان اللي وديت عليه الولد؟ ايش شلون ما اتذكر. تقدر تودينا على هالبيت؟ اي طبعا اوديكم. تفضل. بلا تربية هذا البيت سيدي. تمام انت منا وانت روح من ورا. الله يخليكم جيبوا لي ابني. لا تخافين اختي راح ننقذ ابنك. لا تخافين عيني راح ينقذوه. شرطة سكتوا لا تطلعون صوت. ماما اسكت قولك اسكت هسا وقتك. افتح الباب نعرف انتو جوا. سلم نفسك. عفوني اروح ترى والله راح اذبح للولد. صير عاقل وذب السكينه ما راح تقدر تطلع منها. ما شاقه راح اذبح للولد. ذب السكينه وسلم نفسك اذا يصير شيء على الولد راح تقضي كل عمرك بالسجن وتبقى بالسجن. منو قال راح افوت على السجن؟ لا تقترب ترى راح اموت الولد. وقف دير بالك تجي. وقف راح اضربك. لا تجي. وقف وقف. لك قم وقف قم. عم مبور عوفني قشمر عليك عوفني. ماما حبيبتي فرقت فرقت ابني. حياتي ماما فرقت حبيبي. اخذوا هذا على السيارة.
واخذوا المرهم واخذوا افادات الاطفال بعدين خابروا اهلهم. أنا كلش أشكر منكم سيادة الضابط، لقيت ابني بفضلكم. أشكر أستاذ محمد، لو ما هو ما كان نقدر نلقاهم بسهولة. شكرا أخي. العفو ولو، هذا من واجبي. شلونك عمو؟ إي زين. شوف هذا درس إلك، مرت اللوخ لا تروح ويا أحد ما تعرفه، افتهمت؟ افتهمت. أي إيدي وجعتني. إيدي هم.